مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة تزداد الأصوات الداعية لمقاطعتها بعد فقدان ثقة المواطن بالأحزاب السياسية ومرشحيها نتيجة وعودهم الكاذبة، وعود تتاجر بهموم المواطنين ومعاناتهم، حيث يستغل السياسيون حالات الفقر التي تضرب الملايين من أبناء الشعب العراقي. مواطنون في بغداد قالوا إن الزيارات الحكومية لمناطقهم لا تتجاوز كونها دعاية انتخابية، حيث لم يتغير واقعهم المأساوي منذ سنوات. هسه هم بهاي الساعة يبلطون، وهذا طابوا ماكو فايدة. الوعود صارنا لا سنة ولا سنتين، هاي أربع ولايات كل وعود ما حصلنا من يومهم. مقاطعة الانتخابات أصبح شعار شريحة واسعة توصف بالمسحوقة، إذ أشار أهالي محافظة بابل إلى أن المرشحين وأحزابهم كانوا السبب في دمار البلد. زين، نفس الوجوه اللي دمرت البلد وسببت خراب البلد وبالأخص محافظة بابل، زين نفسهم اللي دمروا المحافظة هم حاليا مسوي نفسهم هم النزاهة. أما سكان العشوائيات في ديوانية فقد أكدوا أنهم يعانون منذ فترة طويلة من فقدان مناطقهم لأبسط مقومات الحياة الكريمة. كل شيء ماكو، هاي شوف هسه الوضعية، ناس كلها تعبانة، الله وكيلك، لا كهرباء لا ما لا هيك، وضعية تعبانة، بس في الانتخابات يجونك. سكان الصدرية كان لهم موقف رافض للانتخابات البرلمانية ومقاطع لها، بعد أن سمعوا الكثير من الوعود على مدى سنوات مضت بتوفير حياة أفضل لهم. وكل اللي يقول لك يفيد الفقير يقول لك كذب، بس بيوم الانتخابات هاك هاي ورقة، هاي 50,000، هاي 10,000، أنا وانتخبني وأنا ألزم ظهرك، كله كذب كذب. وهكذا تستمر الوعود الانتخابية الكاذبة للسياسيين وأحزابهم بتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وتوفير فرص العمل، في وقت وصلت نسبة الفقر في العراق لأكثر من 30%، وسط إهمال الطبقة السياسية الحاكمة لمعاناة المواطنين.